يعني انت في عندك منطقتين ما بقتش مسيطر عليهم خلاص. مش لدرجه ما بقتش مسيطر، انا بس بفهمك ان في شويه مشاكل، عشان كده الشغل مش ماشي زي الاول. طب والجماعه اللي بيبوظوا شغلك دول وبدأوا يكسبوا ارضيه في المناطق بتاعتك، ما اتصرفتش معاهم ليه؟ انا حاولت بس لسه الدنيا مش تمام. مش تمام؟ تقطع عرق وتسيح دمه؟ مفيش الكلام ده هنا. ندخل نفسنا في حرب عصابات ودم هيسيح ورجاله هتقع. اللي يقع يقع. رجاله كتير. اللي على البر عواد. وما تاخذنيش يا حسام باشا. انت الشغلانه دي مش شغلانتك. سيبني اشوف شغلي بمعرفتي. انا عارف اشوف شغلك بمعرفتك. هاجيلك؟ يا باشا وانت تعرف ايه عن شغلي؟ ما يغركش منظري دلوقتي والجاكيت ابو 10,000 جنيه اللي انا لابسه. انا جايبها من تحت قوي وانا عندي 11 سنه. كنت انت لسه بتتعلم الاكل بالشوكه والسكينه. ولا مؤاخذه كنت بتعمل مساج بزيت اللوز. يا باشا المخدرات غير السلاح. السلاح ده بتاع الاكابر. انما المخدرات دي كيف؟ يعني لازم دماغك تكون متكلفة وإيدك خشنة. ولا مؤاخذة حسام باشا شكلك مالكش في الجيب وإيدك ناعمة على الشغلانة. قبل ما تفكروا تعملوا أي حاجة أكيد أنتوا عارفين أنا مين. وزي ما المرحوم قال ما يغركوش المنظر. يعني قبل ما تضربوا طلقة واحدة أكون قتلت اتنين منكم على الأقل. شوفوا بقى مين الاثنين اللي فيكم اللي مستعدين يضحوا بحياتهم عشان خاطر واحد ميت. بس انا مش عايز الوضع يوصل لكده. اكيد حسام مخلوف مش جاي كده من غير رجالته. انا رجالتي بره مرشقين في كل حته حوالين الموضوع. يعني ممكن في اي لحظه يطب عليهم. وانا طبعا لو قرا لي حاجه انا مش هسكت. ومش هيخلصوا عليكم قبل ما يخليكم تشوفوا اهليكم من اكبر واحد لاصغر واحد وهما بيموتوا قصاد عينيكم. ابوك وامك واختك وبنتك وابنك مش هيرحموا حد. فانتوا بقى اللي تختاروا. مستعدين تواجهوا كل ده عشان خاطر واحد ميت؟ ولا تبقوا معايا وفي حمايتي واللي كنتوا بتاخدوه من وليد اديه لكم الطقطقين؟ احب قوي الناس الاذكياء. فتحة؟ مش على روحه. على اتفاقنا. مبروك عليكم يا رجاله. يلا بينا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.